اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست حكاوي اتش بي جي. يمكن معانا النهارده ضيف مختلف، الاستاذ الدكتور احمد عبد العزيز، استاذ طب العظام بجامعه القاهره. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. طبعا انا في البدايه بشكر حضرتك ان حضرتك موجود معانا، ويعني وافقتنا ان احنا نكون موجودين مع حضرتك في الحلقه كنوع من التوعيه اللي احنا بنقدمها للبيشنت. حضرتك عارف ان احنا في زمن السوشيال ميديا والانترنت، بقى البيشنت يا دكتور بياخد الميديكال انفورميشن بتاعته من خلال الفيسبوك او من خلال النت، وده يمكن مصدر مهم وخطير جدا للاسف. يعني للاسف يعني الناس بقت بتاخد المعلومات من مصدر ما ينفعش لكل الناس. يعني ممكن هتسيرش على جوجل هيطلع لك حل يطلع لنفس الشخص او لشخص تاني حل نفس الحل، بس هو مش مناسب لينا احنا الاثنين. فعشان كده كانت دي الفكره، او كانت دي حاجه احنا قررنا ان احنا نعملها، ان احنا نوصل للبيشنت تراستد انفورميشن من حضراتكم يسالوا ويقولوا هم محتاجين يسالوا عن ايه، واحنا من خلال مساعده حضراتكم نبدا نجاوبهم. ربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. يمكن الكيوردز يا دكتور في كل الاسئله اللي جت معظمها عن الخشونه. وده يوضح قد ايه مرض الخشونه ده كديزيز او ككرونيك ديزيز او كمرض هو موجود بنسبه كبيره جدا جدا في البيشنت. ومعظم الاسئله كانت بتتراوح بين خشونه درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه، بس احنا محتاجين يا جماعه نخف والالم يخف من غير ما نعمل جراحه. فهل ده ممكن يا دكتور؟ خلينا نبدا الاول. الخشونه نفسها ديت يعني مش مرض، دي يعني تطور طبيعي للامور زي الشعر لما بيبيض للايجنج او للكبر السن، بتحصل بصوره طبيعيه. لكن لو في حاجات تكشفها زي تشوهات، زي مثلا رجلين معوجه قوي، او حد وزن زياده قوي، او حد تعرض لاصابه، او حد بيعمل جهد غير مبالغ جهد مبالغ فيه مستمر بدون فترات مناسبه من الراحه، بيتكشف التغيير الطبيعي ويتحول الى شيء مرضي يؤثر على كفاءته في الاداء وعلى نوعيه الحياه. الكواليتي اوف لايف بتتاثر بالوجع اللي بيعمله. لكن الجراحه في حالات الخشونه دي بتبقى اخر حاجه تتعمل، اخر مرحله خالص. اخر مرحله ممكن في مراحل طويله من العلاج التحفظي بالانقاص الوزن، العلاج الطبيعي لان تحسين العضلات بيحسن اداء الركبه، يقلل الحمل طبعا على الجوينت. مش مساله بيقلل الحمل، بيحسن الاداء بتاع الركبه. تمام. وبيخلي الشخص بيتحرك بامان وبثقه. لما تبقى عضلاته ضعيفه رجله ممكن تهوي منه بالزبط. الاوجاع بتاعته تخليه يعني مش ما عندوش سيطره على وقفته المظبوطه على خطوته المظبوطه. فلما العضلات بتتظبط كتير جدا من الاوجاع بتتحسن ويحصل اداء احسن والعيان راضي ومطمن في الحركه بتاعته. برضه لما يكون عيان الوقفه الطويله بتوجعه يجزأ فترات الوقوف، يجزأ فترات المشي، حابب يعمل رياضة معينة لو عملها في ساعة بتوجعه، لو جزأها أجزاء وعمل تبريد للركبة بين فترات الرياضة وبعضها ما بيتعداش الحد اللي كفاءة الركبة بتسمح بيه، فبيقدر يعيش سعيد وبيعمل اللي هو عايزه بس بتجزئة مناسبة تخليه محترم الوجع وفي نفس الوقت سعيد باللي بيعمله. لكن ما يجيش واحد يعني بدأت عنده الخشونة وفي مراحل ثالثة رابعة وعايز يعمل اللي كان بيعمله هو عنده 20 سنة يلعب برضه، بس يلعب مع الأدب، ما لعبش مع الصغيرين، لعب مع الصغيرين هيتأذي. وده بقى اللعب مع الكبار اللي ما يأذيش، لعب مع الكبار ما يأذيش، لكن في حاجات تانية يأذي يعني. يعني يا دكتور الروشتة بتاع حضرتك ان هو نمبر 1 لازم يقوي العضلات بتاعته عشان يبقى بيتحرك بثقة. نمبر 1 ينتبه لوزنه. وزنه لازم يقلل وزنه. ونمره 2 الوزن هو الفعل، ورد الفعل بيجي من الارض، يبقى لابس جزمه الكواليتي النوعيه بتاعتها من نوعيه طريه تسمح بامتصاص صدمه لقاء الكعب بالارض، عشان لو ضرب رجله في الارض هترد بقوه مماثله. وتضرب في الركب وفي العمود الفقري وفي الحوض وفي كل حاجه. فلو في حاجه بتمتص الصدمه دهيت يبقى قللنا الاثر بتاع وزنه ايا كان على 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 الركب. فالفعل اللي هو الوزن ورد الفعل بالجزمه الطريه، وبعدين المجهود اللي بيتعمل عموما يتجزأ التجزئه اللي بتناسب كفاءته.
يعني يلعب على قد سنه على قد وزنه، بس المهم ان هو ما يقعدش ساكت، لازم يعمل حاجه وعلى قد احتماله. تمام يا دكتور. كان في اسئله ليها علاقه بالمكملات الغذائيه اللي ممكن تتاخد في حالات الخشونه، هل ليها فايده؟ البيشنت بيسال او العيان بيسال، هل ليها فايده واحنا نستخدمها وناخدها؟ الحقن والحاجات دي من الحاجات اللي هي برضو ممكن تقلل البين شويه. يعني المكملات الغذائيه دي موضوع، والحقن موضوع تاني. المكملات الغذائيه دلوقتي يعني بقت لها في التركيب بتاعها محتويات كتيره قوي. فيتامينز مهمه زي فيتامين زي سي، كولاجين يساعد على تكوين الكولاجين، يقلل الاضمحلال بتاعه الغضاريف. في بعض العناصر بتشتغل مضاده للالتهابات ومع الوقت بتبقى مسكنه، لكن لوحدها ما تسواش حاجه، لازم تبقى ضمن برنامج علاج. اهم حاجه في الوزن وتثبيت العضلات وتجزئه المجهود، يعني هو سيستم برنامج على بعضه بيلتزم بيه. وبعدين برضو لو عندنا درجه متقدمه جدا من الخشونه ما بتفتش فيها الحاجات دي. يعني معظم الحاجات المكملات الغذائيه او الحقن الموضعيه الفائده بتاعتها في الاساسيه في الركبه اللي لسه متوسطه الحاجه. اللي تقدر تستعمل. لا اللي يجي منها. لكن الركبه اللي بقت عظمه عن عظمه مسحت الغضاريف بتاعتها بتبقى الحاجات دي يعني مش مفيده بالدرجه اللي ترضي العيان وتخليه يعني يحس ان هو عمل حاجه لها فرق يعني. بس دولت اللي هم عندهم درجه عاليه من الخشونه ما يزالوا يستفيدوا جدا من الجزمه الطريه، من الوزن اللي بينزل، تجزئه المجهود، الحاجات دي يعني العضلات المتحسنه. بمناسبه الجزمه الطريه انا هخرج شويه بره حته الخشونه او هتكلم على الشوكه العظميه. في سؤال جالنا ان حد جرب كل حاجه الجزمه الطريه وجرب الميديكيشنز الاخرى وبرضه مش حاسس باي تحسن في الشوكه العظميه. طيب هو الشوكه العظميه ديت مش شوكه حقيقيه، هي منطقه فيها يعني نوع من انواع المزقه المزمنه اللي بيتراكم الاثر بتاعها في اربطه معينه في بطن الرجل. فاذا لبس جزمه طريه ووزنه قل كويس وبيشرب ميه كتير او بيعالج ارتفاع اليوريك اسيد اللي عنده فمعظم الناس بترتاح. اللي ما بيرتاحش بياخد حقن موضعيه في الكعب. والحقن دي انواع، في منها كورتيزون بيناسب المنطقه ومنها كيشتغل كمضاد للالتهابات، وكتير منهم بيستفيد من الهايلورونيك اسيد انجكشن في المنطقه ديت، لان الهايلورونيك اسيد دوت هيلر بيشتغل برضو شويه كهيلر، فناس كتير بتفتح عليها. اللي ما بيستجيبش لده او ده بس بعد يكون عمل كل حاجه جايز، مش اكيد جايز، يستفيد من عمليه جراحيه. فالجراحه في منطقه الشوكه العظميه المسماه الشوكه العظميه دي اخر حاجه بتتعمل، واستنفذ كل الحاجات اللي قبلها. ولو عين هيعمل عمليه لازم يبقى عارف ان في فرصه عدم تحسن. وقبلها طبعا زي ما قلت الجزمه الطريه يقلل وزنه، يحقن مثلا ممكن هيالورونيك اسيد، كل الحاجات دي يقدر طبعا. دي كلها مراحل قبل قرار الجراحه. الخشونه يا دكتور هتختلف اذا كانت في الرجل او في الركبه او في الايد؟ ان بعض الاسئله جات لنا كتير جدا بتسال على الخشونه في الايد. لا هو الخشونه اللي بتيجي في الايد بتيجي اهم مفصل اللي هو المفصل اللي بين قاعده الابهام والعظام الصغيره بتاعتها. فدوت بيبقى يعني استعداد اكتر منه استهلاك. الركب معظمها استهلاك. انما دوت بتبقى نوع من انواع الاستعداد الجيني اللي عند المريض، وبتبقى مرتبطه ب حاجه وراثيه وجزء منها له علاقه بطبيعه اللي بيعمله بايديه. فدي التعامل معاها بيبقى برضه مبدئيا برضه كله كومن سنس، يعني في وجع في حركه معينه نجزئها، نعملها برفق ما نعملهاش بعنف، يعني لان المفاصل ده هي التعامل معاها كريتيكال قوي بحقن موضعي او بتغيير المفصل ده على حسب، ممكن بيتغير يعني. يعني جراحين اليد بيعملوا الحاجات دي بسهوله، بس برضه كلها مبنيه على حجم الاعاقه
اللي عاملها الخشونه. ما فيش حاجه اسمها خشونه تساوي عمليه او تساوي كذا. في اعاقه عاملاها الخشونه تساوي هذا القدر من التصرف او التدخل. يمكن يعني الخشونه زي ما قلنا احنا اتمنى ان احنا نكون جاوبنا للناس على كل الاسئله اللي اتسالت دي اللي ليها علاقه بالخشونه. حاجه اخيره عرق النساء. يعني حضراتكم دايما بتقولوا ان البيشنت اللي عنده عرق نساء هيبقى عنده لايك يعني ماسل كونتراكشن او سباز في المصل، فمحتاج ماسل ريلاكسنت، محتاج حاجه تقلل الالم نون سترويدال. هل ده لوحده يا دكتور كفايه ولا ممكن مثلا هو هو, هو 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 اصلا اولا مش شغلتي، لكن الناس دوت اللي هو التهاب في العصب بتاع الورك بسبب مشكله في عند مخارج الاعصاب بين الفقرات. لو عيان عضلاته ضعيفه هتبقى الفقرات مش مستقره استقرار كويس، ممكن تضايق العصب عند مخرجه من غير ما يكون في انزلاق غضروفي حقيقي. لو العيان وزنه زياده بيحط عمله عالي قوي على الاربطه اللي مجمعه الفقرات ويضايق العصب ويسمع. فلما العصب بيتضايق بيحصل تقلص في العضلات. فلو هو اخذ مضاد التهابات ولا اخذ حاجه بسيطه للعضلات لصم نفسه. فبرضه نرجع تاني لاصل الموضوع. وزنه زياده، عضلاته ضعيفه، حسن وزنه، بطنه بالذات تبقى عضلاتها كويسه، يتحسن وزنه. البطن تحديدا البطن هي اللي بتسند العمود الفقري. البطن السايبه والكرش دوت بيخلي فيه عبء كبير قوي على العمود الفقري. ويتعب، يعمل وجع في الفقرات، ويعمل وجع ممكن يسمع في لحد الركبه، ولما يكون في بقى انزلاق حقيقي يسمع تحت الركبه. اخيرا دكتور، هشاشه العظام يعني الادويه يمكن اللي متاحه ليها في السوق، اكتر من حد بعت ان هو عنده هشاشه عظام وبياخد، لكن هو بيعاني من كسور متكرره وعنده مشاكل دايما بسبب هشاشه العظام. يا ترى في روشته كده هتقدر تقولها هو نبدا بمنع هشاشه العظام ان شاء الله او تقليل فرصتها. هو برضو هشاشه العظام حاجه تطور طبيعي بيحصل خصوصا عند السيدات بعد نقص هرمون الايستروجين اللي هو هرمون بناء العظم وبناء الانسجه بيقل مع بعد انقطاع الدوره، فبتبدا العظام تضعف. لو هي بدأوا اصلا عظامها ضعيفه بسبب سوء التغذيه بتبقى درجه نقص الكثافه درجه مرضيه، لكن في كل مرحله من العمر لها قياس معروف بحيث انها تبقى في الحدود الطبيعيه. اهم حاجه المحافظه على درجه من النشاط المعتدل على طول، يعني الكسل والقعده المستمره ديت تضعف العظام، تضعف العضلات، تضعف كل حاجه. فلازم الانسان يبقى عنده مستوى معتدل من النشاط. دي اهم وقايه مع الغذاء السليم. الغذاء السليم اللي يحتاج فيتامين دي وكالسيوم. الكالسيوم عاده مصادره الطبيعيه كتيره قوي، يعني مش في نادر لما حد يحتاج كالسيوم سبلمنت. كالسيوم ممكن هو اللي، لكن الفيتامين دي هو اللي ناس كتير قوي، والتحاليل لما بنعملها الناس بنلاقي ارقام 7 و8. طبعا احنا ما عندناش شمس طبعا طول السنه، والشمس غايبه طول الوقت، فعشان كده لا احنا عندنا شمس على طول بس ما بنشوفش الشمس. صح، بنشوفها في وقت غلط، احنا ما بنشوفهاش يعني. طبعا. فدي يمكن هي المشكله يعني. يعني حضرتك تنصح ان هو يعني كصحيح لازم يكون في نشاط، ونشاط معقول، ولازم نراعي الانتاج بتاع الفيتامين دي. والكالسيوم عاده ما فيش مشكله في نقص الكالسيوم نفسه، موجود في الخضار وموجود في اللبن وموجود في الزبادي وموجود كل حاجه فيها كالسيوم، مفيش حاجه ما فيهاش كالسيوم. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وان شاء الله نكون قدرنا نقدم لحضراتكم معلومات طبيه مفيده، وقدرنا نجاوب على كل الاسئله اللي حضراتكم بعتوها. وشكرا ليكم جدا، ونلتقي ان شاء الله في حلقه جديده من بودكاست HPG.